خالص مالص بالص، جملة بتسمعها كتير على سبيل المزاح، وما تعرفش ان الجملة دي لها اصل ومدلول، واكيد انت دلوقتي عايز تعرف ايه حكايتها. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعتبر الفاطميون هم اول من بنوا سور حول العاصمة في مصر الاسلامية، فكانت الفسطاط من قبلهم مدينة بلا اسوار لفترة طويلة، وكان الغرض الأساسي من بناء السور ليس الدفاع عن المدينة وبس، ولكن إحكام السيطرة على مداخل المدينة، فما ينفعش يدخل التجار ببضاعتهم للسوق إلا بعد دفع الضريبة. وكانت أبواب المدينة بتفتح مع أول ضوء للفجر وتغلق بعد المغرب يوميا في انتظار فتح أبوابها في الصباح، وكان التجار منهم من يدفع الضريبة بالكامل فيحصل على صك بأنه خالص، خالص الضرائب يعني، ولي أن يبيع بضاعته في أي سوق وفي أي وكالة. ومنهم من كان يرى أن الضرائب المفروضة كثيرة قوي، فكان يمنح الجنود الواقفين على أبواب السور بلص من العسل أو بلص من المش، بلص اتنين كل واحد على حسب الكمية بتاعته. ووقت التفتيش بيقولوا لبعضهم اتركه فإنه بالص، أي منحهم بلاص أو أكتر. ومن التجار من كانت تجارته صغيرة لا تتعدى حمولة حمار أو جمل واحد، فكان يعمل إيه؟ يخش وسط الزحمة، يخش جنب قافلة دافع الضرائب كلها فيعدوه من ضمن اللي خلصين. بس لو رآه الجندي في الشوارع في المدينة يسألوا بعض هل هو خالص أم بالص، لتأتي الإجابة من أحدهم لا هذا ولا ذاك، لعله مالص أي تملص من دفع الضرائب، فيذهبون إليه مطالبين بتقديم سك الدفع. فتوارثت الكلمة على لسان العامة فيما بعد، خالص مالص بالص. لو المعلومة الجديدة عليك يبقى واجب عليك تدعمنا بمشاركة الفيديو واشترك في قناتنا على اليوتيوب علشان توصلك معلومة جديدة كل يوم. الصعيدي الجواني حكم ومعاني وحكاوي من زمان وحشاني.